أن تكون الأيدي مرتعشة عند السادة القضاة عند إصدار مثل هذه الأحكام. أحكام نقض ولا أحكام جنايات؟ دي أحكام نقض. نقض؟ ده وبالتالي هتبقى أحكام اللي إحنا كلنا منتظرينها. اللي إحنا منتظرينها. عشان طيب خلينا تمام. بعدين. تمام. فهنا ديت آدي حاجة. الحاجة التانية اللي أنا ممكن جدا أشوفها إن هذه الحادثة كانت مواكبة لما أشيع حول زيارة السيد الرئيس إلى إسرائيل للمشاركة في جنازة دي الإشاعة اللي هم طلعوها واشتغلوا عليها، اللي هي طلعتها الأزرع الإعلامية الإخوانية واشتغلت فيها بشكل قوي جدا. فأنا النهاردة بربط الحملية اللي حصلت ديت كرسالة رفض لمشاركة السيد الرئيس، واخد بالك، او الشائعه بتاعت مشاركه السيد الرئيس في جنازه شيمون بريز. الحاجه الثانيه ان العمليه الارهابيه ديت جاءت في اعقاب المفاوضات الجيده اللي كانت بتتم بين الجانب المصري والجانب الروسي في اعاده السياحه الروسيه تاني من جديد، وكنا وصلنا الى مرحله متقدمه جدا، واخد بالك، نتيجه موافقة مصر على كل الإجراءات الأمنية اللي طلبتها روسيا. تمام؟ فهنا ده معناه برضو اللي أنا بوجه رسالة إلى ضرب السياحة تاني من جديد وبتاع. بخوف الناس. ما تجوش. العملية برضو الإرهابية ديت جاءت بعد إعلان شركة مصر للطيران بأنها نجحت في اجتياز الاختبارات اللي نظمتها مجموعة من الهيئات الدولية المعنية بالطيران المدني، واجتازت فيها بلا أي مشاكل خالص. فالنهاردة برضو ديت العملية الإرهابية ديت واكبت هذا الموضوع. من الممكن جدا أن تكون العملية الإرهابية ديت هي تهيئة لأجواء الدعوات اللي بتتم في 11-11 اللي أنا الموضوع، بس يا جماعة مش موضوع أسعار وكذا وكذا، لا ده الموضوع كمان مرتبط بان الامن والامان ومحاربه الارهاب غير متوافر، الدوله غير قادره على تحقيق الامن والامان في هذا العالم. هذه برضو العمليه مرتبطه بدخول الجامعه وشباب الجامعه. شباب الجامعه اللي بتعتمد عليه الجماعه في المرحله اللي جايه، واللي قدرت خلال الفترة الصيفية انها تديله برنامج تربوي جهادي بتوعهم عناصر الاخوان، برنامج تربوي جهادي تمام للتعامل مع المرحلة الجاية اذا تطلب منهم هذا الامر. وهنا برضو ادوهم برنامج فين يا فندم؟ بيدوهم برامج، خد بالك، بيدوهم لان احنا لو جينا اتكلمنا، لا هنتكلم برضو ان في اسم الطلبة هو لسه موجود فيه هياكل، مش خلاص الهياكل اتهدت؟ لا لا لا، اللي انا عايز اقوله، واخد بالك، وده لما هاجي اتكلم على موضوع نحن اين من مواجهه الجماعه بالكامل الارهاب. هنا هنتكلم بقى في الجزئيه دي. نعم. فانت النهارده برضو لازم